أيام زمان في السودان ما كان عندنا اختراع الميكروويف اللي أنت بتسخن فيه الأكل وبنشف لك الأكل بيبقى طعمه ما حلو لكن في كل مطبخ وكل سيدة عندها حافظات الساخن والبارد وبتنفع في وقت بالذات لما تعمل بوفتيك عالم الأطفال يجوا من المدرسة وإحنا كمان يا جماعة أيام زمان في السودان وما زال البوفتيك لازم يكون بفتيك اللحمة من الفلي يعني اغلى قطعيه بتتعمل بيها البوفتيك والنوادي كلها بالذات مشهوره والنادي القبطي بالبوفتيك بوفتيك اللحمه حتى لكم بالبهارات نص ملعقه كبيره ملح الصخري لانه ما مالح شديد ملعقه صغيره من فلفل اسود ملعقه صغيره من البابريكا ربع ملعقه صغيره من الجنزبيل ملعقه صغيره من البهار التركي بيل بيبر. ربع ملعقه صغيره من بودره الثوم ربع ملعقه صغيره من الكايين بيبر ملعقه كبيره من بودره البصل ونصف ونص ملعقه صغيره من مرقه الخضار اللي هي الفيجيتا وربع ملعقه صغيره من القرفه بخلطهم سويا وبشيل على جنب ملعقه صغيره وهنا بيجي البيض طبعا البيض في السودان برضو اورجانيك وبكون كده اصفر زي البيض ضيع وهنا وقت الفشخره يا اخواننا المضرب ده بيساعد لانه اوتوماتيكي زي ما بقولوا اي حليل ايام زمان لما تضرب البيض بالشوكه مع رنة الشوكة كيرين 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 ويشاكلوك أهلك لك حتكسر لي الصحن لكن هنا المضرب بفيد زي ما ذكرت أيام السودان بتاكل البفتيك من اللحمة من أغلى قطعية اللي هي الفيلي لكن إحنا هنا هنعمله بصدورة الجداد اللي هي أرخص لحما نعمل لكم وصفة البفتيك اللحمة بشقوا بيه النص ولو عندي القطعة اللي هي اسمها الفليه الحتة الناعمة ممكن أعملها في صدرية الجداد لكن دي شوية طلحت منهم وشقيت الصدرية بالنص علشان يعني اشيل الزفره من صدوره الجداد انا كل اللي بعمله انه انا بكب عليه ملعقه كبيره من خل التفاح ممكن تستعملوا الخل الابيض وما حتشموا ريحته صدقوني برضو بقسم شويه من البهارات دي وبخلي على جنب ملعقه صغيره عشان هاخدها في البوكسومات دي البهارات المميزه الطوالي انا بعملها في بفتيك الجداد بخلطهم كده على على كويس وبعد كده زي ما ذكرت أه البوكسومات برضو جايباه جاهز يا اخواننا ما في وقت زمان كانوا بينشفوا العيش وبيسحنوه في السحانة بتعمل منه البوكسومات لكن البوكسومات ده حلو جدا لانه لونه ذهبي أه جايباه من ليدل طبعا اهم حاجة لازم ادق الصدور دي برفعها بس ما برفعها ناعم شديد يعني متوسط ما ترفعها اكتر من كده لانه صدوتي ما زي اللحمة شايفين السمك بتاعها كيف بغلفها طوالي بالبوكسومات وزي ما ذكرت البوكسومات برضو ضفت منه ملعقة صغيرة من البهارات وبعد كده بغمزه في البيض وبكون عندي الصاج فيه الزيت الساخن يعني ما يكون ساخن شيء عشان يحرق طوالي ساخن متوسط انه ما بياخد كثير وبالمناسبه ممكن برضو تدقوا البوفتيك قبليها بيوم يومين وتغلفوه بالبوكسومات وتحطوه في الفريزر لكن قبل التحمير خلوه يوصل درجة حرارة الغرفة عشان ما يكعوج معاكم يعني يكون كده مفروض حلو في التحمير وما ياخد آآ يعني آآ تحميرة شديدة اللون الذهبي ده مظبوط هنا خطيت ورق المطبخ وزي ما قلت الحافظة دي كل ما أنا بحمر بقفل الغطاء وبرفعه وبتخلي لي البوفتيك كمان طري وملبن وزي العسل ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونا بالتعليقات والشيرات عشان يطلع الفيديو ده اكسبلور ويصل لعشرة مليون احلى بوفتيك سوداني مع الجبنة المضفرة ودي عمايل سيدة هنا في بريطانيا